تسر شركة أوبليسك للسياحة أن تقدم لعملائها الكرام حج وعمرة موسم 1440 هجريا مولد النبوي الشريف، رجب، شعبان، رمضان. بادر بحجز مكانك في الشركة، فالأماكن محدودة. العنوان 164 ألف شارع 26 يوليو، ميدان سفنكس، المهندسين، الجيزة. للتواصل اتصل على 010-65-40-43، 02-33-46-44-97. مساء الخير على حضراتكم وأهلا بكم في أولى فقرات هذه الحلقة من البرنامج. الفقرة الخاصة بالصحافة وهي فقرة أسبوعية اللي بنتناول فيها أهم الأخبار والموضوعات التي كتبت على مدار الأسبوع في الصحف المصرية ومناقشتها مع أساتذة الصحافة. ويسعدني أن يشرفني في هذه الفقرة الأستاذ محمد أبو عوض الصحفي باليوم السابع. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ محمد. دعني في البداية قبل أن نتطرق إلى الأخبار والموضوعات اللي موجودة معنا النهاردة، في سؤال لحضرتك عن الصحافة المطبوعة أو الصحافة الورقية إذا صح التعبير، قد إيه تأثرت وإلى أي مدى تأثرت بالسوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة، بداية من الإعلام المسموع ومرورا بالإعلام المرئي ووصولا إلى السوشيال ميديا اللي في الحقيقة سحبت البساط من تحت أقدام الكثير من وسائل الإعلام المختلفة وخاصة الصحافة المطبوعة. من وجهة نظرك كيف وصل هذا التأثير على المشاهد أو المواطن البسيط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البداية عشان خاطر بس نتكلم على السوشيال ميديا وتأثيرها، السوشيال ميديا ذهبت أكتر وراحت في مكان أبعد من الصحافة. السوشيال ميديا بقت مؤثرة في حالتنا الاجتماعية، حالتنا الإنسانية، عاداتنا وتقاليدنا بدأت تتغير. السوشيال ميديا غيرت مفهوم كبير جدا لدى المواطنين، مش بس في مصر، لا في الوطن العربي كله. وإن شئت ممكن تتكلمي عن العالم كله، لكن لو احنا بنتكلم عن المجتمع المصري بقى السوشيال ميديا لاعب أساسي جدا في تغير المزاج العام بتاعه. بقينا كلنا بنجري ورا السوشيال ميديا، ايه اللي اتنشر النهارده، ايه اللي محطوط موجود النهارده. وسائل التواصل الاجتماعي غيرت حتى مفهوم التواصل الأسري وأثرت علينا، وده كان جزء من كلام سيادة الرئيس وحتى في المنتدى شباب العالم الأخير، مخاطر السوشيال ميديا على المجتمعات، سواء كانت المجتمعات العربية، المجتمعات الأفريقية حتى والأورو متوسطية بشكل عام. كان لابد من وقفة عشان خاطر نتكلم عن الأسرة وتأثير السوشيال ميديا بشكل عام عليها. السوشيال ميديا دلوقتي بقت سبب أساسي في ارتفاع معدلات الطلاق، سبب بقى جزء منه مرتبط بالإلحاد الفكري، يعني احنا نسبة الإلحاد بتزيد بسبب برضو، وهكذا. يبقى لو اتكلمنا على السوشيال ميديا، لا السوشيال ميديا أثرت كتير جدا في حياتنا وعلى داتنا، على الصحافة المطبوعة فراحت واخدانا أكيد على الصحافة المطبوعة أو الورقية، واللي هي عندها حزمة من المشاكل مش بس في السوشيال ميديا، لا عندها مشاكل، أزمات في الطباعة، أزمات في التمويل، أزمات في الإعلان، أزمات في الآليات المتغيرة اللي المجتمع كله بيعيشها، ودي الصحافة الورقية بتعاني في العالم كله مش في مصر بس. هو يمكن يا أستاذ محمد كل حزمة الأزمات اللي بتتكلم عليها الخاصة بالصحافة المطبوعة شوية كانت بسبب وجود السوشيال ميديا، خلت القارئ بيعزف عن الصحافة الورقية، فبالتالي بشكل غير مباشر عزف المعلن عن الصحافة الورقية، فحصلت كل هذه الأزمات كما حضرتك تتحدث. يعني هو في مجمل الكلام برضو عشان خاطر نكون قريبين جدا من المشاهد، السوشيال ميديا لاعب غير معادلة بشكل عام جدا في كل شيء. كان بدأ بعاداتنا، مش غير عادات، ما هو جزء من عادات المواطن البسيط ان هو كان المواطن المصري كان بيمسك الجورنال وتلاقي الجورنال تحت ايديه كده وماشي بيه والكلام ده كله، بعيد عن بيومه فندي بتاع البطيخ. لكن هو في النهايه كان ماسك الجورنال، جزء من موبايله على طول في اي وقت. طبعا
تمام استاذ محمد، خلينا نبتدي على طول. عندنا مجموعه من الاخبار النهارده، يعني خلينا نبتدي باول خبر عن مقتل الصيدلي المصري بالسعوديه. كان طبعا الطبيب او الصيدلي احمد طه اللي مات اسر 7 طعنات في منطقه جيزان بالمملكه العربيه السعوديه. هذا الحادث الفردي اللي اثار استياء الكثير من المصريين في الحقيقه. شايف حضرتك الحادث ده ازاي؟ وهل الدور اللي قامت به الخارجيه المصريه والسلطات السعوديه في نفس الوقت عن الحادث كان دور كافي؟ يعني عندنا من الخبر في جريده الدستور وزيره الهجره تزور اسره الصيدليه المصري القتيل بالسعوديه. في نفس الموضوع ذكرت جريده اليوم السابع الخارجية المصرية بتقول نتابع التحقيقات الخاصة بمقتل مواطن مصري بمدينة جيزان بالسعودية. فرأي حضرتك في هذا الحادث، وهل هذا الدور كان كافيا من الخارجية المصرية والسلطات السعودية في نفس الوقت؟ بس خلينا بس في البداية نقدم التعازي لأسرة الشهيد، لأن أنا أعتبره ولا أحتسبه عند الله شهيد ولا نزكي أحدا على الله، لأن هو في النهاية راجل كان بيأدي عمله. احنا لازم نفرق بين الحوادث السياسيه والحوادث الجنائيه. ما حدث احنا ننتظر التحقيق، لانه من الوارد جدا وبنسبه كبيره جدا انه حادث جنائي، والحوادث الجنائيه لازم نخرجها من الاطار كونه مواطن مصري او سعودي. ما هو لا. الخارج الحادث الجنائي بنخرجه، لكن الدور اللي بتقوم به وزاره الخارجيه المصريه ووزاره الهجره، واحنا عارفين احنا معركه السوشيال ميديا لوزاره الهجره طبعاً. اللي في النهايه طلعت فيها هي مثلت مصر في البدايه، وكان ردها راقي جدا على ما حصل من صفاء النائبه في المجلس الأم الكويتي. لكن احنا عاوزين نفرق بين الحوادث الجنائيه، هل الحادث ده جنائي ولا سياسي؟ هو حادث جنائي بامتياز زي ما التحقيقات الاوليه بتقول كده. صحيح. الدور اللي بتعمله الخارجيه المصريه، ان انا عارف كويس جدا الخارجيه المصريه كلفت القنصل المصري في جدة بمتابعة التحقيقات والوقوف على كافة التفاصيل وهكذا. وزيرة الهجرة بدورها راحت لأسرة، وكان معاها أعتقد نقيب الصيادلة. أيوة. راحت لأسرة الشهيد أحمد وعزتهم وقدمت التعازي وقالت لهم ان احنا في ظهركم. ده دور وزاره الهجره، وعاوز اقول ان احنا بنسمي دور وزاره الهجره، وفي نفس الوقت احنا في ظهر اولادنا اللي موجودين في الخارج، اللي هم خارجين عشان يشتغلوا ويحاولوا يكونوا سفراء لبلدهم. خلي بالك ان العماله المصريه في دول الخليج بشكل عام، وخصوصا في المملكه العربيه السعوديه او في الكويت او في البحرين او في كل دول الخليج، هم سفراء لمصر أكيد، وجزء من القوى الناعمة المصرية. وأعتقد أن العلاقات المصرية السعودية قوية جدا، وتأبى وترفض أن يكون مثل هذا الحادث يشكل يعني شرخ في العلاقات المصرية السعودية. العلاقات المصرية السعودية بالفعل أقوى بكثير من هذا الحادث الفردي. طب ماذا عن دور نقابة الصيادلة في هذه الحادثة؟ أعتقد أن نقابة الصيادلة ومجلس النقابة كان في زيارة وعلى تواصل مستمر مع أسرة الشهيد. واعتقد ان النقيب محي عبيد بيتواصل مع الاسره وبكافه الامور، سواء كانت متعلقه بالشق القانوني او بعوده الجثمان زي ما الاسره طلبت. وانا شايف ان الموضوع لازم يتاخد من الجانب الانساني البحت. صحيح. ونبعد بيه شويه بقى عن العلاقات بين الدولتين، لان في الحقيقه ده حادث ممكن يحصل هنا في مصر، يعني طبعاً. ما بين اي 2 مصريين من نفس الجنسيه من نفس البلد يحصل ما بينهم نفس المشاده ويكون نفس النتيجه، فبالتالي الموضوع بعيد فعلا عن العلاقات المصريه. وده وارد جدا، وكمان بيحصل هنا برضو حوادث جنائيه مرتبطه باخوه عرب موجودين في مصر. فهو الحادث طالما خارج من الاطار السياسي وبقى موجود في الاطار الجنائي، انا تبع التحقيقات وبنحترم قوانين المملكه العربيه السعوديه، ولدينا ثقه كبيره في المملكه العربيه السعوديه ان هي وفي سلطات التحقيق هناك ان هي تجيب حق الشهيد احمد طه. تمام. يمكن معايا خبر يمكن في نفس المنطقة وهي برضو خاص بالسعودية والخاص بمقتل الصحفي جمال خاشقجي الفترة الأخيرة. هذه الحادثة التي
أثارت جدل وأثارت حفيظة الكثير من الآراء سواء داخليا وخارجيا. رأي حضرتك حول هذه الحادثة وآخر التطورات اللي تبعتها في هذه الحادثة؟ هو الحادث ده بيهمنا احنا بشكل كبير كصحفيين ومتابعين تفاصيله من اللحظة الأولى، سواء ما ينشر في الصحف العالمية أو حتى التعليقات الخارجية على الموضوع، إضافة إلى مجتمع السوشيال ميديا اللي احنا كصحفيين عايشين عليه ليل ونهار ما نقدرش ننفصل عنه، فمتابعين كافة التفاصيل وكافة الأطروحات. لكن أنا عاوز أقول إن مقتل خشاشجي احنا عاوزين نتكلم في نقطة أهم، وهي الشفافية اللي اتعاملت بيها المملكة العربية السعودية فيما يخص بيان النائب العام أو المدعي العام السعودي اللي أعلن فيه تفاصيل هي خطيرة. صحيح. لكن في النهاية كان في سلطات التحقيق كانت ماشية بشكل فيه شفافية ووضوح. احنا عندنا حصل 1 2 3 المقتل تم بكذا، المتهمين اللي بنطالب بيهم كذا، التفاصيل بتعلن والتفاصيل بتعلن في كل فترة. واعتقد بس هو الموضوع مستغل سياسيا بشكل كبير جدا. أكيد. لانه بيلعب على ضرب واستقرار المملكة العربية السعودية. صحيح. احنا من الجزء ده احنا بنسمي طبعا اللي بتقوم بيه المملكة العربية السعودية، ومصر ليها موقف واضح جدا ان احنا علينا ان احنا ننتظر التحقيقات وسير التحقيقات، والمملكة العربية ولدينا ثقة في المملكة وفي المدعي العام السعودي. تمام. معانا خبر هنرجع تاني للشأن المحلي، يمكن خبر خاص ببطاقات حصول الأطفال على خدمات طبية، ويمكن قطاع الصحة ده قطاع بيهم أكبر عدد من المصريين في الحقيقة. عندي من جريدة اليوم السابع عنوان ببطاقات حصول الأطفال على خدمات طبية مميزة بخمسة آلاف وحدة. هل حضرتك شايف الخدمة دي جت متأخرة؟ وهل فعلا هتحل الأزمة الخاصة بالأمراض المتعلقة بالأطفال في السنوات الأولى من عمر الطفل؟ بصي، احنا المجال الطبي بشكل عام او الوضع الصحي في مصر كان في الفترة الصحية. الأخيرة المنظومة الصحية في مصر بشكل عام كانت بالشكل ليس على ما يرام زي ما بيقولوا، لكن في النهاية احنا عندنا أمل في تحسن المنظومة الصحية بشكل كبير، وخصوصا مع إصرار القيادة السياسية على تحسين مستوى الصحي بالنسبة للمصريين. احنا عندنا التأمين الصحي الشامل. تمام. وعندنا جهود مصر في القضاء على فيروس سي، سواء كانت بقى من كل المراحل، وعندنا حملة عينك في عيني، كل الحملات دي وكل الإطار ده كله بيصب في مصلحة المواطن المصري، بداية من الطفل اللي احنا كنا بنعاني. احنا كان عندنا أزمات كتيرة جدا متعلقة بالطفل. صحيح. منذ فترة احنا كنا بنعاني بالاهتمام بالمنظومة الصحية فيما يخص الأطفال. احنا في المرحلة الجاية واعتقد ان الدولة المصرية عندها إصرار في ترتيب أولوياتها، وشايفه ان من جزء من اولوياتها هي منظومه التعليم ومنظومه الصحه. الصحه اكيد منظومه طبعا. الصحه وضعتها في وبدات وضعت خطه استراتيجيه وبدات تمشي عليها. اعتقد ان البرلمان بيراقب دور الحكومه في تنفيذ تلك الخطه والاستراتيجيه، واعتقد ان وزيره الصحه اللي موجوده الحاليه ماشيه بخطوات نعتبرها خطوات جيده. احنا كمصريين عندنا طموح بعد 30 يونيو ان الوضع يتغير بشكل كبير جدا او بشكل اسرع. احنا محتاجين الموضوع يكون بخطوات اسرع شويه، وعشان كده احنا كمصريين. صحيح. دايما بنبقى طالبين الاحسن، ما بنقولش لا كفايه، طمعانين في خدمات طبعًا. افضل طبعًا. في حاجات بتحسن مستوى الصحه، ده حق المشروع طبعا يعني في النهايه. صحيح، عندك حق. هي فكرة ان احنا يعني هذا الخبر طبعا حاجة ايجابية بنثمن عليها، ونتمنى المزيد من القرارات الخاصة بالمنظومة الصحية، لان زي ما قلت حضرتك في البداية ده قطاع مهم جدا، هو وقطاع التعليم. يمكن عندنا اخبار خاصة بالتعليم هنقولها مع بعض. ويمكن هو الخبر اللي معايا دلوقتي من جريدة الوطن بيتكلم محافظ السويس يغلق سنتر دروس خصوصية على بعد امتار من مبنى المحافظة. هذا الخبر يمكن منذ بداية العام الدراسي وكثير من القرارات اللي بتصدر عن وزارة التربية والتعليم وكثيرا من التصريحات الخاصة بوزير التربية والتعليم شخصيا اللي ومن القرارات دي قرار غلق السناتر الدروس الخصوصية. هذا القرار قوبل بالترحيب من البعض في حين قوبل بالرفض من البعض الآخر. رأي حضرتك في هذا القرار، هل هو قرار صائب أم لا؟ بصي، احنا عندنا حالة خوف يعني وفزع كده. المصريين بطبيعتهم بيخافوا جدا من أي حاجة جديدة، أي حاجة جديدة تلاقي مخطوف كده باللغة العامية أو باللغة الدارجة المصرية.
انت بتبقى مخطوف من يمين حاجه جديده انت لسه مش عارف عواقبها وكم صحيح. تبقى الان الاسر المصريه اتعودت منذ فتره طويله جدا يمكن من بدايه الثمانينات على موضوع الدروس الخصوصيه، ففجاه ده الدوله بنسميه التعليم الموازي يعني او التعليم الموازي وهو يعتبر جزء من الاقتصاد غير الرسمي اللي الدوله بتسعى لا وكمان اقصد التعليم الموازي للطالب نفسه تمام. يعني ما بياخدش في المدرسه قد ما بيحصل حصيله دراسيه في الدروس او السناتر اكتر من المدرسه كمان. هي بقى هنا جت رؤيه وزير التعليم الجديد الدكتور طارق شوقي، هو مؤمن بان ما فيش حاجه اسمها دروس خصوصيه وان المنظومه لازم تتم. اليات المنظومه في خلاف عليها، لكن في النهايه احنا كمصريين لابد ان احنا ندعم بشكل كبير جدا المنظومه التعليميه الجديده. ولو اتكلمنا عن منظومه الدروس الخصوصيه لازم نعذر ولي الامر، لان ولي الامر ده عنده امل وعنده او شايف من التجربه اللي قبل كده، ما هو اكيد عنده ابن كان في مرحله عمريه قبل كده وشاف ان الدروس وكان بياخد دروس وجابت نتيجه او مستوى الطالب نفسه بقى كان قليل، فمع الدروس بدا يرتفع اهتمامه بالمذاكره بقى، او في اشكال تانية بقت توصل للطفل نفسه او الطالب او التلميذ الثلاث مراحل بقت توصل له المعلومه بشكل اكبر. احنا علينا ان احنا نواكب التغير في العقلية للطفل المصري واحنا ماشيين او تطور العصر. بس يمكن الموضوع ده هياخد وقت شويه يا استاذ محمد، يعني فكره ان انا علشان الاقي نتيجه لقرار صدر باغلاق مثلا سناتر الدروس الخصوصيه وتطبيق منظومه جديده ده محتاج وقت، فاحنا بنعذر المصريين علشان النتائج مش عاجله. هو انا بعذر الاسر المصريه نفسها اكيد، وعاوز اقول لك على حاجه، السنتر بيتقفل هنا وبيخرج غير واحد تاني، هي الفكره كلها ان احنا هناخد فتره أكيد. وده أكيد موجود في حسابات حتى متخذ القرار لازم ياخد واخد باله جدا ان الموضوع هيقابل صدام شويه بسهولة المتوقع صحيح. لان انت بتغير منظومه كامله المصريين بنوا عليها، انا اتبنيت على المنظومه القديمه اللي شغال دلوقتي وهكذا في جيل زيي، فانا الجيل ده بيبقى مؤمن بالفكره اللي هو عشا، لكن صحيح. التغيير والكلام ده بياخد وقت ولازم أكيد. سنة الحياة مفيش تغيير طبعًا. بشكل مفاجئ لازم بتدريج طبعًا. طيب احنا عندنا خبر استاذ محمد من جريدة الدستور، هو خبر لطيف شوية يمكن حرصت انه يكون موجود معانا لانه بيمس الاسرة المصرية، وعنوان الخبر هو يمكن مثل شعب شوية، قاعدة الخزانة ولا جواز الندامة. يعني العنوان كده يبان فكرة عدم الاستعجال في الجواز حتى لو وصلنا لسن مبكر. بالنسبة للفتيات دايما يعني البنات بتسمع جملة مش هنفرح بيكي، شد حيلك، ايه مفيش حد كده، الكلام ده ممكن يدفع الفتاة انها تستعجل في اختيار شريك الحياة الغير مناسب بالمناسبة وبيترتب عليه الكثير من المشاكل بعد كده. حضرتك مع فكرة الجواز بشكل مبكر ولا الانتظار لحين وجود شريك مناسب؟ بص هنرجع برضو لفكرة برضو جواز الصالونات ولا جواز الحب وهكذا. تمام. لا هو الفكرة كلها مبنية الاختيار، واحنا عندنا حتى في ديننا الحنيف عندنا آليات للاختيار وعندنا سبل الاختيار والنبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد ليها وهكذا، وهتلاقي برضو التعاليم المسيحية بتقول كده وحتى التعاليم اليهودية في التلمود هتلاقيه بيقول كده. أكيد. احنا في النهاية عندنا هل عندنا تقدير جيد ولا لا، عندنا حسن اختيار ولا لا، عندنا أسرة بتدعم أبنائها ولا لا، ولا صحيح. انفصال ما تستعجلهمش أو تضغط عليهم، انفصال الأسرة عن أبنائها، الأب والأم ظروف الحياة قدرت تخرجهم من الإطار بتاعهم كونهم جزء لا أنا هسيبه يجرب، يا سيدي خلي بالك ابنك لا سيبه هو يجرب والحياة هتعلمه، لا خلاص هو يعتمد على نفسه، كل الكلام ده مطلوب، وفكرة ان هو يعتمد على نفسه مطلوب او هي تعتمد على نفسها بس مطلوبة، بس مش في موضوع جواز، لكن في حاجات تانية، الخبرة بتحتم عليك، المواقف نفسها، كل واحد فينا لازم يكون على تواصل بشكل معين او بشكل قريب جدا من ابنه، لان الاجيال بتتغير. انا ممكن شايف ان الرؤيه بتاعت ارتفاع معدلات الانوثه سببها ان انا بشوف المشاكل، لا انت بتشوفش اللي بيحصل، ده نسبه الطلاق عاليه جدا، دي الناس اللي بتتجوز بدري، لا تعالى نتكلم تمام. عن مخاطر الجواز، المخاطر الجواز القصر، احنا عندنا نسبه طلاق كبيره جدا وعندنا ازمات كبيره تتعلق بمخاطر الزواج القاصرات،
وده بيبقى شريك اساسي فيها الاب والام والاسره، صحيح، ان هم جزء اساسي منها وهم جزء من انتشار المشكله. عندنا جزء تاني متعلق بالحاله النفسيه للمجتمع. انا هتجوز؟ طب لا، انا معيش فلوس، انا مش هتجوز، انا هتجوز يبقى في مشاكل وعيال وكام. لا، الموضوع متشابك، ما هو ما اعتقدش اسباب كثيره ممكن تعطل عمليه الزواج. الزواج بشكل عام احنا عندنا تمام ظاهره الانفصال الاسري، ده لازم نتكلم عنها مره واثنين وثلاثه أكيد. بشكل يمكن ان شاء الله في حلقات يعني تاليه نفرد لها فقرات اكبر نتكلم في هذا الموضوع وموضوعات اخرى، لكن في الحقيقه انا معايا دلوقتي اتصال يمكن عايز يعلق على الموضوع اللي بنتكلم فيه حاليا، الاستاذ ماهر. اتفضل يا استاذ ماهر. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ ماهر، اهلا وسهلا. بمسي على حضرتك وعلى الاستاذ محمد، واهلا بالصحافه والصحفيين الاحرار الجمال. اهلا يعني بحضرتك. مكتب لسلامتك الف سلامه. الف سلامه. يكون عندنا فقره بالوجاهه والجمال والشدقه دي. اهلا وسهلا يا استاذ ماهر. وبالمناسبه استاذ ماهر الخوازمي هو يعني زميل واستاذ في برنامج سلامتك الف سلامه، اللي احنا بنشرف نكون موجودين مع حضرتك في هذا البرنامج يا استاذ ماهر. استاذ رشا نصر، مش عارفين نقول لك ايه، احنا كنا مفتقدين فعلا بشكل عام ان احنا نتابع الصحافه بشكل يومي وناخد فيها اخر خبر، زي ما انتم عاملين عنوان الفقره ان اخر خبر يهم الاسره المصريه. وبنرحب باي حد حضرتك تدعيه من الاسره الصحفيه، يشرفنا ويوعي ناسنا ومشاهدينا اللي محتاجين يسمعوا الصحف اللي الناس دلوقتي اهملتها وتركتها لاشياء مجهوله المصدر. لكن يكفينا فقره ان الصحافه المصريه منذ بدايتها لغايه الان هي بتحافظ على مصادرها، بتحافظ على رونقها، بتحافظ على ادائها. صحيح. ويعني انا شاكر جدا ليكم، ودي فقره رائعه رجعتنا للجرنان. ويعني ايه ناخد معلومه من مصدر معلوم المصدر وليس مجهول المصدر. أشكرك يا أستاذ ماهر. أشكر أستاذ ماهر الخزامي طبعا زميلنا المحترم في هذا البرنامج على هذه المداخلة، وأعاود الاستكمال الفقرة مع حضرتك أستاذ محمد. يمكن بعد هذا الخبر الأسري هنرجع شوية أو ننتقل إلى خبر رياضي، يمكن الحدث الأبرز والأحدث وهو فوز المنتخب المصري على المنتخب التونسي 3-2 بالأمس في اطار الجوله الخاصه بتصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه. حضرتك شفت المباراه الاول؟ هو طبعا مفيش حد ما بيتفرجش على الماتش، مفيش حد يعني انا مش عارفه الناس ممكن تقول عليا ايه، بس انا ما بتفرجش على كوره. لا، هو المنتخب المصري فاز امبارح في مباراه مهمه جدا. تمام. كانت تعتبر مباراه رد اعتبار بيننا وبين احنا الاشقاء، طبعا الاشقاء في المغرب في الشمال العربي احنا بيبقى فيه المنتوشه بتاعتنا والمباريات بتاعتنا بيبقى فيها شويه من المتعه والجمال، مش هاخد مصطلحات ثانيه. تمام. احنا امبارح المنتخب المصري طبعا كلنا بننتظر صلاح، مو صلاح جاب جون جميل وعالمي اختتم بيه المباراه وكان هدف الفوز. المنتخب انا شايف ان المنتخب لعب بشكل جيد. ده حقيقي، بس ما ننكرش برضو ان باقي المنتخب عمل شغل كويس، يعني عشان ما نركزش على محمد صلاح بس. لا، هو محمد صلاح محدش صلاح دايما بياخد الكريمه كده، بس قاعدين ندي برضو اللي لكن انا بتكلم هو على المنتخب. انا قلت ان هو جاب هدف الفوز، لكن المنتخب ادى اداء جماعي بشكل كويس. احنا كنا مفتقدين نشوف المنتخب بيهاجم. طبعا المدير الفني السابق كان بيعلمنا فكره ان من بعد خط النص مش حد بيخرج، فاحنا شفنا المنتخب زي ما يحبوا المصريين يشوفوه. صحيح. المصريين بيحبوا الرياضه جدا وبيحبوا كره القدم جدا. لا، واحنا كمان شعب بسيط واي حاجه بتفرحنا. لا، احنا بنحب الاستمتاع بكره القدم، فعشان كده امبارح المنتخب فرحنا كلنا، فكنا مبسوطين وبالتوفيق في المرحله الجايه اللي هي مرحله الامم الافريقيه ان شاء الله. استاذ محمد، يمكن كمان حارسنا يعني يكون معانا رسومات خاصه بالكاريكاتير، وطبعا حضرتك عارف فن الكاريكاتير كصحفي قد ايه بيقدم لنا المعلومه بشكل مبسط وبشكل كمان ساخر، شكل جميل يعني تستوعب منه كميه معلومات بابسط الكلمات. يمكن اول كاريكاتير معانا يمكن ظاهر على الشاشه قدام حضراتكم، يمكن ظاهر قدام حضرتك يا استاذ محمد، يمكن في رسمه خاصه ببطاطسايه وطماطم بتقول مش بنفسك في السعر بس انت بتتجنني على الناس، انا قررت اتجنن على الناس وعلى الحكومه.
يمكن قد ايه الكاريكاتير بيعبر عن ازمه البطاطس اللي يمكن لسه سائده لحد دلوقتي. بس هو فكره اصلا ان الراجل بتاع الكاريكاتير ده هو ساخر بيقدم معلومه بسيطه جدا بيستهدف بيها المواطن. طبعا هو بيتكلم عن الازمه الاخيره، ازمه ارتفاع البطاطس وازمه الاحتكار ومعالجه الدوله ليها، وهو شايفها من شكل ساخر. طالما الدوله تدخلت عشان تعالج ازمه البطاطس واهتمت بالبطاطس، انا عشان يهتموا بي انا كطماطم او كاوطه بقى المجنونه، اصلا انا المجنونه فلازم السعر يرتفع. انا عاوز اقول ان يمكن عايز اقول فكره ان حتى الحكومه كمان مش قادره تتغلب او تتسيطر على هذه الازمه فكرة برضو بشكل كافي. بتحاول هو برضو احنا عندنا ازمه، احنا الخريطه الزراعيه بتاعتنا بقى فيها محتاجه شويه من اهتمام من الحكومه. صحيح. مراجعات عندنا بعض المبيدات، وعندنا بعض اللي بيسميها كده الفلاح او المزارع، الشتلات اللي كانت اثرت بالسلب على السوق المصري. عندنا تعامل ببطء في الرقابه، يعني انا برضو احنا هنرجع في فكره الرقابه، هنقول وزاره التموين، هنقول جهاز حمايه المستهلك، الناس بتتاخر. يعني الراجل بتاع جهاز حمايه المستهلك او الممارسات الاحتكاريه قال انا ما جاليش شكوى واحده من محتكر للبطاطس. يا سيدي ازاي ده الناس عملوا لها محاضر في فصال برضو. ده موضوع فعلا يعني سمعنا كتير قوي تفاصيل خاصه بالموضوع في هذه الازمه. يمكن معانا اخر كاريكاتير استاذ محمد عشان وقتنا، من المصري اليوم ايضا زي ما وضح على الشاشه، هو بيقول يا افندي اللي انت عملته ده بتكتب عن غزه والدنيا مقلوبه عشان حمو بيكا. يمكن ظاهره هذا اللون اللي ظهر يمكن موجود بقاله فتره. انا هتفق معاكي زي احنا كنا بنتكلم في قبل ما ندخل الهوا على ان فكره اصلا وجود حمو بيكا وما شابهه ده حقيقي من لون مش هقدر اقول عليه فن طبعا. جايز يكون ليه موردين يعني مش هقدر انكر، لكن في النهايه نحن نرتقي بالذوق العام. يعني تخيل انت من ام كلثوم وعبد الحليم لحمو بيكا لا وجه للمقارنه يا استاذ محمد. الموضوع بقى في ازمه جدا. صحيح. فالمزاج العام بتاع المصريين بقى يعني لا يستحمل، ما يستحملش كل الكلام ده كله. محتاجين خطوات كتير واجراءات كتير علشان نرقى بالذوق مره اخرى ونرجع للاغاني الجميله. طبعا. استاذ محمد للاسف فقرتي انتهت، وانا بشكر حضرتك جدا، بشكر استاذ محمد ابو عوض الصحفي باليوم السابع، والشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعه. القاكم على خير الحلقه القادمه. تسر شركة أوبليسك للسياحة أن تقدم لعملائها الكرام حج وعمرة موسم 1440 هجريا مولد النبوي الشريف، رجب، شعبان، رمضان. بادر بحجز مكانك في الشركة، فالأماكن محدودة. العنوان 164 ألف شارع 26 يوليو ميدان سفنكس المهندسين الجيزة. للتواصل اتصل على 010-65-4043 02-33-46-44-97